أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه ثقته المستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. باب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الجنازة المندوبة أو المستحبة، تشييعها مشيا، يمشي ماشي خمل يبدو ركبي، أن يمشي أمام الجنازة. باهي، فما يقول مشي أمام الجنازة، كانوا يعني شفعاء، فما يقول لك يمشي وراء الجنازة، فما يقول العرجلي يمشي قدام الجنازة والعرجنبها، ولا راكب يمشي وراها، ما يسالش. أن يسرع في المشي بوقار وسكينة بلا هرولة. أي يسرع لكن من غير هرولة، خاطر أمر النبي إسراع بالجنازة كان هي ماشى الخير باش في ساعة توصل الخير، وكان هو صاحب شر قال شر تضعوه على عناقكم ترتاحوا. أن يتأخر الراكب، الراكب يمشي لتين. أن تتأخر المرأة المشيعة وراء الرجال ولو ماشية. إذا كان فما امرأة يعني عزيز عليها كالميت وكذا وأصرت باش تتبع الجنازة تمشي من تالي. ستر المرأة الميتة بقبة من جريد على النعش، ويلقى عليها ثوب أو رداء لمزيد الستر. أي لديم المرأة يعني تبدأ مستورة أكثر. الجائزة، الحاجات الجائزة، نقل الميت من مكان إلى آخر قبل الدفن أو بعده للضرورة، إذا لم يخشى انتهاك حرمته. إذا مات في بقعة ويحبوا يدفنوا في بقعة نجم نقله. حمل غير أربعة للنعش، اثنين أو ثلاثة من الرجال. مش أربعة برك يزول نعش خاطر يتعبوا ويبدلوا على بعض. بدء بأي ناحية في حمل السرير. مش غير أربعة، معناها أربعة لين. ها، ما قادوش أربعة برك، هم هذه النعش طول المسافة يتعبوا يعني يبدلوا عليهم. معناها اثنين أو ثلاثة من الرجال. كيفاش؟ اثنين أو ثلاثة من الرجال. إيش قال؟ حمل غير أربعة للنعش بين قوسين اثنين أو ثلاثة من الرجال. أي. ثاني أربعة ليه ولا كيفاش؟ ليه؟ غير أربعة. بكش في وسط النعش. هو أربعة. اللي يهزوا النعش. خطرة في أربعة بقى يعني النعش. زوج مستخدم وزوج مستخدم. زوج ثلاثة مرات. بدء بأي ناحية من حمل السرير. ما يسألش من قدام من تالي على اليمين على اليسار. خروج المرأة المتجلة. متجلة كبيرة شوية. للجنازة مطلقا. ما يسألش ما فمش حرج عليه اللي حب تخرج. والشابة غير مخشية الفتنة في جنازة من عظمت مصيبته عليها. ما يسألش حتى الصغيرة قال لها عظمت مصيبتها مثل أمها ولا أبوها ولا زوجها تحب شيء. ما يسألش. قال الطفلة مخشية الفتنة يعني كما يقول مثلا يبدأ وجهها عريان ولكن هي جميلة برشا ما تدخلش. خروج الزوجة المتجلة وغير مخشية الفتنة في الجنازة وهو مستثنى في من أحكام العدة. أي ما يسالش المرأة كتالي في حالة عدة ما تخرج، قال الجنازة ما يسالش تخرج. ويحرم خروج المخشية الفتنة. ويحرم خروج المخشية الفتنة مطلقا. ممكن تفتن يعني بوجه جميل ولا لابسة لباس ماهوش ساتر ما تخرجش. المكروهات. مكروهات هذه حاجات ماذا بينا نتجنبها. الصياح خلفها بالذكر والاستغفار. حتى رفع الصوت بالذكر والاستغفار منه عليه الصمت يعني هو أول. حتى مش يذكر يذكر السر. حتى الرجال. كل هود الرجال ولا غيره. ما بدعة هذيك يبدأ هزين. قال الصمت هو أول حاجة ولا الذكر. خاطر موطن اعتبار. كي يجي وقت الخروج. ها وكي تقول برشا كي تقول لهم ما يقتنعوش. سيدي والله لا يفهم ولا يسمع.
على الاقل احنا نفهم ونسمع نقولوا لهم زين هذا نقولوا لهم قولوا لهم اي قولوا لهم ماشي ان شاء الله سكت اللهم ما احد مش يطلب المغفره والرحمه سر اتباع الجنازه بنار ولو ببخور مكروهات اكب النار ولا حتى ببخر كل مكروه هذا كان في الجاهليه قبل يعني حتى بعد طلوع الميت ما يتبعوش بحاجة فيها النار خاطروا يتشائم بكل حاجة فيها النار القيام للجنازة إذا مروا بها على جالس حكم منسوخ بين قوسين حكم منسوخ أي منسوخ يعني يجوز القيام للجنازة هذه مكروهات أما منسوخة ولا لا هو خطر النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي متعد قالوا له يهودي قال أليست نفس يعني مخلوق لازم الواحد يوقف أي هي احترام للموت يعني هو إنسان خطر به نداء بالميت بمسجد أو ببابه إلا الإعلام بصوت خفي يبدأ يدخل مثلا الجامعة وسط الجامعة الفلان الفلان راهو مات يجمع قال النداءات هذه في المسجد كما نداء البيع والشراء ولا نداء ولا لو على حاجة ضايعة كل ما يقعش في المسجد أما إذا بشوية بنسيب بشوية خبر بشوية مثال ما رجل يخبروا البرة سيدي بالبوق هذيك عادة وكهو يعني باش يسمعوا باش يسمعوا أنا فما سيارة الأحسن يعملوك السيارة للدور السيارة في البوق هكا هو في الجامعة في الجامعة خاطر الجامعة ساعات يعملوها تجارة يولي كان يخبر بالفلوس يطلب فلوس بالفلوس هو اللي خبر في الجامعة بالفلوس ما يعملوهاش مهنة الانصراف عن الجنازة بصلاة عليها بلا الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها مكروه باش واحد يتبع الجنازة هو مش صلوا عليها بعد كبيرة مش صلوا عليها يبعد ولا يروح الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها ولو بإذن أهلها ولو استأذن من مالها قالهم سامحوني مش نمشي هم مازالوا ما صلوش قال ماذا بين سن ما يحرمش روحهم الصلاة على الجنازة يعني خير ليلو اي ثواب للكل مال الانصراف بعد الصلاة بلا إذن أهلها شرط أن لا يطولوا كيف كلا مثلا باهي شيع الجنازة وصلى عليها صلى معهم وبعد ظلوا يروح ما قعدش يستنى للتعزية زي المكروه كل شيء للضرورة قال كاش إذا كان طولوا برشا ولا هو عنده حاجة كي إدخال الجنازة للمسجد ولو لغير صلاة ما يدخلوهاش لوسط المسجد هذا الصحن مكروه الصلاة عليها بالمسجد ولو كانت خارجه تكرار صلاة الجنازة إلا إذا صلاها فذا فتعاد في جماعة إذا صلى واحد برك على الجنازة نجم يعودوا جماعة أما إذا صلوا جماعة ما تعودش الصلاة مرة أخرى صلاة الرجل الفاضل على بدعي لم يكفر ببدعته أو على مكروه باش إنسان فاضل والعالم كبير وكذا باش يصلي على واحد فاسق مثلا يرتكب معاصي كبيرة والحاج قال يصلي عليه واحد من سائر الناس قال هذا كعبرة الغير وباش كلا يبدأ هيك الفساق وكذا يقول شوف حتى كيف نموت ما يصليوش على الناس الباهين اللي ربما دعاهم مقبول وكذا يولي ربما يتوب وإذا ما يعرفوش ما يعرفش عليه ما أعرفش معليش حرج أو على مظهر كبيرة أو على مقتول بحد مثلا مقتول بحد كما قتل روح مثلا قتله ما يصليوش عليه أهل الفضل يصلي عليه واحد من سائر الناس الصلاة على ميت غائب الصلاة على الغائب عن في المذهب المالكي مكروهة لكن في مذهب أخرى ما يراوش كراهة خاصة كيف يبدأ شخصية كبيرة عالم كبير ولا حاجة مثال والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي صلاة الغائب. برشا صلوا عليه. كل لاصق ولا يموت في البحر ولا. أحكام صلاة الجنازة. به. حكمها فرض كفاية. فرض كفاية إذا صلى واحد تسقط على البقية. فرائضها.
النية. النية ينوي وقت يمشي يصلي صلاة، هذا هون ينوي اللي هي صلاة الجنازة. إيه. هذا فرض. إيه. أن لا يضر إن اعتقد أنه رجل وكانت امرأة. ما يسألش إذا كان ظن امرأة وطلع راجل ولا ظن راجل وطلع امرأة ما يضر، حتى الدعاء صحيح. وإن صلى لا يدري رجل هو أم امرأة. ولا صلى ما يدريش راجل وامرأة ما صلي جنازة صح زي. وإن كانت واحدة وظنها جماعة. ولا كانت هي هو واحد برك ميت واحد ظنهم جماعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم ما يضرش. تعاد الإمامة على الإمامة. لا على الكل. كل بعد هو ما يراهمش وحده الجماعة سيدي. تي ساعات ما ساعات يخبروا تي مرة في الجامع الكبير خبروا له واحد طلعوا اثنين. أي خاطر بعد عليا تقريبا بعد عليا بعد عليا. فما اللي يجي جديد ما يخبرش. تعاد جنازة وما يخبر. نعم. أي تعاد الصلاة إذا ظنها واحدة وكان جماعة. أي خاطر مش يدعي الواحد انا ظاهر دعاء الواحد ما دعاش للاخر هكا علاش يعاودها. النية اربع تكبيرات. ايه اربع تكبيرات كل فرائض مش كما الصلاه العاديه كان تكبير الحرام فريضه والاخرين سنن. لا اربع تكبيرات تاع الجنازه كل فرائض، لو كان يصلي ثلاثه تكبيرات ويسلم بطلت الصلاه. يندب رفع اليدين عند التكبيره الاولى فقط. فقط نرفع اليدين. يرحمك الله. هذا ديما يسألوا عليه الناس، هذيك رفع اليدين في الكل، هذاك في مذاهب أخرى. الدعاء للميت بين التكبيرات. بين تكبيرة وتكبيرة الدعاء. تسليمة واحدة سرا. تسليمة واحدة وسر، هذيك زاد فرض. يسمع الإمام من يليه ولا يرد عليه المأموم. أيواش، الإمام يسمع من يليه كيف يسلم، باش يعرفوه لو كان. القيام للصلاة للقادر. لا يبدا قادر يصليها من القيام. كانش العاجز. مندوباتها. مستحباتها. رفع اليدين حذو المنكبين في التكبيرة الأولى. التكبيرة الأولى يرفع يديه كما في الصلاة الأخرى. الصيغة المسنونة من دعاء أبي هريرة رضي الله عنه. إذا كان يعرفك الصيغة بتاع الدعاء يقولها. اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واغفر له وارحمه ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. أضايا دعاء أبو هريرة مشهور برشا ويسن باش ندعيه به. وإذا كان الإنسان يدعي الدعاء آخر يجوز. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم نقي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهره بماء وثلج وبرد، اللهم تقبله بعفوك ورحمتك واسكنه فراديس جنانك، واغفر لنا وله ولوالدينا ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ولعبدك نزل بك وانت خير منزول به، اللهم اكرم نزله وابدله دارا خير من داره واهلا خيرا من اهله وجيرانا خيرا من جيران. برشا 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 سيارة. كل تكبيره نوع من الدعاء. تنجم يبقى عنده انواع يعمل بعد كل تكبيره نوع. اللي ما يعرفش كل جمله واحده اللهم اغفر له وارحمه، كل حد ينجم يقول. ابتداء الدعاء بالتكبيرة وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وابدأ يدعو. صيغة الدعاء. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أماتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك رسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أي هذا من أشهر الدعاء. إسرار الدعاء. من سرك. وقوف الإمام وسط الميت الذكري وحذو منكبيه للأنثى. إذا كان الميت راجل الإمام في الوسط بتاعه كذا، وإذا كان أنثى قريب لكتافها. ما يقفش عند حزامه. سيدي مش قلنا في الصحن يتحط الميت. في الصحن. يخرج له الإمام. يخرج له الإمام. وحذو منكبيه. منكبيها. منكبيه كان امرأة.
وقوف الإمام وسط الميت الذكر وحذو منكبيه للأنثى ولمنكبيها سيدي. هي هي وحذو منكبيه، حتى يقولوا حذو منكبيه، لأن الميت المراد بالميت سواء كان ذكر أو أنثى يسمى ميت به. للأنثى ورأس الميت لليمين. رأس الميت يكون على اليمين فيحطوا للصلاة. إلا في الروضة الشريفة فيجعل رأس الميت إلى يسار الإمام تجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأس الميت يكون على الجهة اليسار. قابل الرسول مش في القبلة. أنا قال عليه تراقو. يقول. فيجعل رأس الميت إلى يسار الإمام تجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تجاه رأس النبي، يجعل رأسه تجاه رأس النبي ولي على اليسار. الأولى بالصلاة على الميت. يكون أول. من أوصى به الميت ليصلي عليه. إذا كان قال حب فلان يصلي عليه، برشا يوصيه. يصلي عليه هذاك اللي وصى عليه الميت. كما القاوش يا سيدي. ما القاوش يالله. الخليفة أو الرئيس. باهي المسؤول الأول هذاك يحب هو يصلي عليه يتقدم عليه حد. نائب الخليفة. ولا النائب يعني كما يقول الرئيس ولا الوزير. الأقرب من عصابة الميت. إذا كان مالي الميت يحبوا يصليوا عليه، إما هم يصليوا عليه جماعة ولا كان مش يصلي عليه ولا واحد مش يكون هو الإمام. يكون أقرب واحد مثلا ابن الميت أولى من أخوه مثلا، أخوه أولى من عمه. الابن ابن الابن بعد الابن يجي في المرتبة ابن الابن. الأب الأب الأخ الأخ ابن الأخت ابن الأخت الجد الجد العم العم ابنه ابن العم ابن العم آخر مرتبة بالترتيب. لا شنو يكون يحب يصلي عليه إمام. ما ليه كل حد يقول نحب نصلي عليه ولي يعطيه الترتيب هذا كما ترتيب الميراث. ويقدم الشقيق أو كان أخوه قال ياني مش نصلي عليه، جاء ولده قال ياني نصلي عليه. ولده شكون مش صلي عليه ولده. ويقدم الشقيق والأفضل عند التساوي. باهي إذا كان هو عنده كل إخواسي والإخوة في التدين مش كيف بعضهم، واحد متدين أكثر من الأخر، متدين أكثر يتقدم. إذا لم يوجد رجال تصلي النسوة دفعة واحدة في آن واحد أفذاذا. أيوة إذا كان مفهمش رجال يصلي وفهم برشا نساء يحب يصلي وجماعة لكن من غير إمام، يوقفوا كيك في الصف كل واحدة تصلي الراحة. حكم المسبوق في صلاة الجنازة. باهي اللي سبق فاتته تكبيرة ولا اثنين ولا ثلاث كي يسلم الإمام ما يسلمش، يجيبك التكبيرات هذيك تكبيرة ودعاء قصير تكبيرة ودعاء قصير تكبيرة ودعاء قصير، بشرط مازال بشرط ما تتهزش الجنازة، يلزم يسرع قبل ما ترفع الجنازة، خاطر إذا ترفعت الجنازة مش يقعد يصلي عليه. شو لا يكبر أثناء الدعاء بل ينتظر حتى يكبر مع الإمام. أي. إذا كبر لا يعتد بها. إذا كان واحد مسبوق ما يكبرش، يقعد يستنى حتى يكبر الإمام. مثلا فاتت التكبيرة الأولى ما يكبرش أثناء دعاء الإمام، يقعد يستنى حتى الإمام يقول الله أكبر يكبر معه. مش كالصلاة. التكبيرة هذه ما تتقضاش، تتقضى كانش بعد الصلاة، ما تتقضاش في وسط الصلاة. بعد الصلاة يقضي ما فاته من تكبيرة. بعد ما هنا وقت اللي يسلم الإمام يعرف روحه كبر ثلاث تكبيرات يزيد أخرى، كبر تكبيرتين يزيد اثنين، كبر تكبيرة يزيد ثلاثة. بدون دعاء إذا رفعت الجنازة. إذا كان خافت الجنازة باش ترفع وهو مطالب بثلاثة تكبيرات فاته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر قبل ما يهزوا الجنازة، خاطر دبل صليهم مش يهزوا الجنازة. مع الدعاء إذا لم ترفع الجنازة بعد. إذا كان الجنازة مزالت مش ترفع مزالت حتى مش يهزها مزال ما جاوش يلزم يعمل دعاء بعد كل تكبيرة فاتت. أحكام الدفن والقبر. تو أحكام الدفن وأحكام القبر. المندوبات. أيوة. اللحد في الأرض الصلبة والشق في غيرها. مش نعرف الفرق بين اللحد والشق. باهي احنا هنا ندفنوا بالشق في
في مساكن شنو بالشق يعني يحفروا حفره وبعد يحفروا حفره صغيره كيف الشق هذاك يحطوا في السعوديه ما يدفنوش كيكه يعملوا حفره كبيره غارقه قدوش 2 متر ولا 3 متر ويجيوا على جنب ويحلوا قجر تجيد يحطوا الميت وتقعد الحفره الميت يسدوا عليه لكن تقعد الحفره مع محفوره كي يجي الميت الثاني يعملوا دوزيام ايتاج يشق هاي الميت الاول دفنوه هيك مع على جنبه اليمين ويسكروا عليه مثلا به الميت الثاني يحطوه هيك ويسكروا عليه الميت الثالث ينجم يقول الحفره تبقى طول هيك يولي ميت اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته فوق بعض هكاك الجبانه اللي ترفع 1000 تولي تهز 6000 هكا علاش مقبره البقيع قد يدفنوا فيها 14 قرن ويزالت يدفنوا فيها بعد 100 عام وكذا ترشك العظام نتاع الموزة يولي البقعه هذيك يزيدوا يحلها من جديد كيك. وتقعد على طول اليوم القيامه يدفنوا في نفسه مش كيما احنا المقبره تاع بيت يلوجوا مقبره اخرى خاطر ما عادش باش يحفروا هكا البقعه فهمت تو هكا علاش احنا تلقى يجي 20 مقبره بينما المدينه المنوره الكبرى فيها مقبره الباقي هكا يدفنوا فيها الناس الكل وكان يموتوا حتى 1000 في نهار واحد يلقاون يدفنوهم هذاك في أرضهم صحيحة خاطر غادي كي تبدا الأرض صحيحة يعملوا لحد هذا أما الأرض مهترمة يعملوا شقة خاطر الأرض الفوقانية ما هو كل ردم هذيك باش يلقاو تراب الأبيض يلقاو اللوطة في هذيك يعملوا القجر باش ما يتهضرمش على الميت هكا كل الأرض مهترمة ما يجيش فيها اللحد خاطر كان يعملوا شقة التراب الكل يطيح يعني في الاخر القجاير بينما غادي كاين راه ما هي صح هي ورمل لكن من اللوطه الارض صلبه كان يرخاب هاك ما عرفت معلومه جديده اللحد الشق واللحد سيدي ما كنتش نعرف نكون اخبرنا عليها ما طليتش مره متأدية بالزهر شقيت كي كبت وقرر كانه سيدي يقولوا اش بقى الانسان ما ياخذ حكى نشبر علاش هو باش كيف يحط خاطر مش حطوا على جنبه باش ما يطيحش هكا ولا هكا والله انا كنت عارفه يولي يشدوه جناب القبر سيدي كي واحد بسمين كبرش كيفاش ياخذوا حسابهم يعني يوسعوا مش بالحساب قد بعض الناس كلها لا تقدر قدر ما يتحط على جنبه ويبدا ما فهمش بضاعه قدامه وضاع التالي ماشي بالقياس قدر عرضه كما نقول وتقريبا اكثر الناس اللي ماهمش الناس العاديين ماهمش سمان فرد عرض تقريبا قياسات قياسات الدنيا ما تمشيش على صحيح قياسات اخرى ومقاييس يعني احنا عندنا الشق وفي السعوديه اللحد 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 في الارض الصحيحه وضع الميت على شقه الايمن ووجهه للقبلة ديما كيك على جنبه اليمين ومقبل القبل أن يقول واضعه بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول هذا اللي يتقال وقت اللي يحط الميت في القبر سد اللحد والشق بلبن لبن باللبن يعني ماذا به الطوب كما حوايج ما تحرقتش بالنار خير احنا مخالفين في هذا يعملوا بلاي سيماء لا كانوا قبل يعملوا حجرة المورق حجرة في جرد حجرة تلقى الحجرة كبيرة مورقة كاني ورقة هيك يعني تتحط حجرة وعجرة بحجرة مع عجرة بحجرة وتسد قيم الطين تو يا ولا يعملوا كل بلايط يستقربوا يعني كي لوجوا حجر وما نتبعوهمش لوجوا فما تو يغطي بالحجر خاطر الميت يتشائم كل حاجة حرقتها النار خاطر يبدا خايف من النار نبعدوا على الجور ونبعدوا على السمام على الحجر الناس يخلفوا على القبر يعملوا يغطيوا بالتراب ولا تو يبنيوا فيه سيدي يبنيوا الخاء هذه يبني بالفيونس كل ما تخسر كل ما تخسر على الميت اسراف وتبذي ها قلت يا لطيف اي 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 شتو مقبره الباقيه اللي هي
في عز بقعة في المدينة شفناها ترى الدنيا مستوية مستوية ما فهمش حتى هيك ليك على القبر ترى الدنيا مستوية وعمرك لا تعرف لا تلقى قبر عليه اسم يبداش حتى الصحابي تبداش حتى الزوجة ما يعملوش اسم احنا نعملو اسم باش ما نضيعوش القبر هو 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 يسحب روحه ما يقبل ربي الدعاء كان كيف يوقف قدام القبر هكا علاش يبدا يلوج عليه وكذا ويعملو في علامة وكذا يا سيدي لا لا انت كي تدعي له حتى في دارك نفس القيمه ونفس الشيء مش ما يكون الدعاء عنده قيمه كان توقف قدام مش الروح تستحق على الاقل هو المشي الجبانه مش من اجل الميت من اجل الحي باش يتذكر اخر نفسك سيدي مش عاد هو كان باش تعمل دعاء ولا تقرا قران في دارك سنيه شبيك ماشي حذاها المسافات عندها قيمه عند ربي لا سيدي خاطر واحد تدعي له بعيد كيلومتر واحد تدعي له بعيد 1000 كيلومتر تقول له قريب كيلومتر يوصل له دعاء خير نفس الشيء لو شبيه ربي يحتاج التسميع سيدي وزرع بعض الذهب للمقبره راهو مش باش باش تبدا قريب الميت باش ربي يقبل الدعاء خاطرك قريب الميت لا باش انت تتذكر الاخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم على ذهبك المقبره اللي تتذكر الاخر باش تعرف روحك باش تتحط في البقعه باش قدرت الروح مش القرب من الميت يكون الدعاء اقرب للقبول لا سيدي وزرعان بعض كالحبق وكال ما يسالش كل ما هو خضار باهي فكل واحد هذا كل ما هو خضار باهي النبي صلى الله عليه وسلم حط جريده على واحد يتعذب في قبره قال لعل يخفف على ربي على العذاب ما دام الجريده خضراء كاك علاش قال لي خلي قبره طبيعي ويعمل عليه الحشيش خير من اللي يعملوا بالسيمان ما الناس ما تفهمش ما تحبش تفهم زين هادي يتباهاو المباهات حتى في القبور يعني حتى في القبور يتفخروا ريت شكون القبر خسر عليه برشا رخاب وبرشا فيوم سيدي سامحني مالا انت زوجتك الكل ما بنيتلهاش هادي ما بنيت حتى لحد الواش نبنيو الواش البني هكاك قاعد تراب هو يتدرخ هو يتبني الواش تلواش هو قلت نمشيو نقراو وقت اللي تحطوا عليه الميت تحط عليك البيت تحفظه التراب باش يطيح عليه هو خايفين ينحي في التراب باش نعرفوه برا احنا باش هودي الواش تعرف فيه اصلا يا ودي مش مطلوب ما عرفت كيف نستيح نشوف مش مطلوب ما عرفت الميت وين موجود امشي البقيه ما تعرف زوجة الرسول ما تعرفش حتى الزوجه وين مدفون ما تعرفش حتى الصحابي وين مدفون هاكو احلى عنا على عنا احلى اعز خلينا احنا عندنا هذا سيدنا حمزه وهذا شنو لا هذاك خاطر هذيك البقعه اللي طاحوا فيها لان الشهيد يدفن في البقعه اللي طاح فيها مسجل البقعه ولا هو حتى سيدنا حمزه ما تنمش تعرف بقعته هذيك البقعه فيها الشهداء اللي استشهدوا في غزوه احد منهم بينهم من بين سيدنا حمزه خاطر المعركه دارت غادي كي هكا علاش نعرفوا وما نعرفوش بقعتهم بالضبط هذا فلان وهذا فلان انما هون كل طاحوا في المعركه هيك خاطر يقولوا هون قبر سيدنا حمزه ما فهمش لا لا ما فهمش عادين مشيت عدة مرات ونغزم ما فهمش حتى قبر الساعة مهزوز ما فهمش حتى قبر عليه اسم معركة سيدنا حمزه يا ودي هذيك ما غزوة احد استشهدوا فيها برشا مسلمين من بينهم سيدنا حمزه لكن ما تعرفش هذا مدفون هنا ولا هذا هنا ولا هذا هنا انا مدورين على البقعه كلها وبرا هذيك البقعه اللي طاحوا فيها الشهداء الا الرسول صلى الله عليه وسلم الشهيد ما يتدفن الا في البقعه اللي طاح فيها الروضه عند مشاركه الرسول ابي بكر وعمر انا لكم نعرفوهم لكم نعرفوهم داخل الروضه المشرفه خاطر بيت النبي صلى الله عليه وسلم زاد معروفه الى الان هكا على الشيء برا فما قبه بلاصه كي القبه معموله خضراء عرفت انت بلاصه هي هي مدفونه زوراها فضل العمر زوراها لا هاكم نعرفوهم سيرة زوراها والله سيدي ربي فيقنا ربي فهمنا غالطين على طول الخط سيدي ما يحبوش يتبدلوا ما يحبوش يغيروا ما يحبوش هذه الجهل مصيبه الجهل مصيبه جاهلين الجهل مصيبه ونحن حتى تعرف ما نشتوا بركه صحيح الحوايج اللي ما عملوهاش والحوايج اللي ماهمش معموله الكل سيدي تو نوصي ولادنا نوصي واحنا نقولوا خلينا كيك خليونا كيك وما حاجتش اي كي تلقى واحد جاهل بالدين الحاجه لو مش مامور بها يعملها يعملها والحاجه اللي مامور بها ما يعملهاش صحيح ربي ثبت ويناقش فيها وما يحبش يقبلها كي تقول له هذيك السنه يقول لك لا احنا تعودنا غير يا يعني سيدي عبد الرحمن كانوا ثاني راجلي يوم وبي ونبدا نعيب عليها ونقول له شوف ما زور شو كذا
ونقول له قبل ربي كريتو هذا من شويه يبدا يسمع مني اما ما ينفذش اللي نقوله له خاطر هو كيف هذا متفكرهم بالصدقه ومتفكرهم بالكذا وبالدعاء حتى ولو ما يمشي والله ساعات يخلص ماشي من المقبره في فائده اللي هو باش يتذكر الاخر ساعات يخلص ماذا بين الانسان الحين الاخر يمشي المقبره باش يتذكر الاخره ويدعي للمسلمين الكل بما فيهم الاقارب باهي الحاجات يمشي فيهم حتى كي تعدى حدا المقبره ادعي ندعي عليهم ادعي وتفكر بوك وامك كل نقولوا انتم السابقون نحن لا اي حصيلي والله يا سيدي والله الله يحسن خاتمتنا امين امين يا رب واصف رفعوا العلم احلام الحمد لله ربي نورنا فهمنا وربي علمنا فهمنا وربي بصرنا ايوه سيرتنا احنا كما يقول سماعنا الله يطلب الخير هادي من اللذات وفرق الجماعات الموت صعيب موضوع سيدي والله والله صعيب سيدي والله والله كيف خلينا نعرف هو لا اللي يبدا مؤمن ومتمسك بدينه وعنده محبه لله عز وجل الامور هذه كل ما تصعبش عليه علاش؟ خاطر ربي سبحانه وتعالى يجمع بيناتهم في الجنه يوم القيامه امين وانتم السابقون نحن ان شاء الله وكل يقول مش كيف ما عندوش ايمان ولا ايمانه ضعيف ولا غير مسلم يراضك فراق الى الابد احنا ما نراوش الفراق الى الابد وان شاء الله اللقاء يكون في الجنه انا ما شاء الله سيدي العقيده عندي سي هشام وسي ماهر سيدي كي نخرج من باب دار القران نقول اني وين ولا اني وين كنت ولا كيفاش معناها نبدا حيره في امري العلم انا خرجت له والله 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 ترى الامور البرة مخالفه برشا ياسر 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 رفع القبر برمل وحجارة بمقدار شبر مسنما لا مسطحا. مسن مش مسطح. ينجم يرفعوا بشوية تراب يعني مقدار شبر كيك. ويهبط. زيارة القبور ليلا أو نهارا بلا حد للاتعاظ والاعتبار والدعاء وإظهار الخشوع عندها. أنا قال الاتعاظ والاعتبار. في أي وقت. في أي وقت. ليل نهار ليل نهار. ساعتين يقولوا سيدي الخميس الصباح ولا نهار جمعة الخميس العشية ولا نهار جمعة الصباح. قيل لك لو كانت هذيك. يشوف شكون راسي صحيح الحكاية هذيك. لا فما هذيك قيل يعني يمشي صباح. نهار الخميس العشية. والجمعة في الصباح. الخميس الصبيح ولا صباح الجمعة. قيل أن الميت يبلغ له يسمع. يشوف شكون راسي. والله أعلم. العلم عند الله. الجائزات. نبش القبر بعد تآكل عظام الميت بالكلية لدفن ميت آخر أو لبناء يجوز حل أنك القبر إذا العظام فات رشات يعني أو لبناء مسجد لا غيره ولا مشي يبني جامع يستناوك المقبرة مثلا 100 عام ولا 150 عام حتى ترشى العظم بعد تو هنا مثلا مدرسة سنين مارس لكن مبني على المقبرة أيوة مشكلة الفريال تاع البلدية مبني على المقبرة ونعرف من القبور هذا قبل حتى لو تقبل غير جائزة ضايع جائزة جائزة إذا كان العظم وفات ما دام عظم الميت موجود في القبر القبر حبس على صاحبه سيدي هو قال لا غيره لدفن ميت آخر أو لبناء مسجد لا غير أو لبناء مسجد لا غير يعني المدرسة بناء مدرسة والمدرسة سيدي توقع لبناء للضرورة لبناء مسجد لأن المسجد عنده قيمة المدرسة يشوفوا لها بقى أخرى هما يبنيوا هذيك تاع يوليك المقبرة في عظ يبنيوا على المدرسة يخليوها المقبرة ويدفنوا فيها من جديد ويبنيوا المدرسة بقى أخرى لأن البلدية ما تحيرش في القاعة في القاعة سيبنا وراها دارها مش بعيدة وهم يحفروا في القبور جمع أموات في قبر واحد للضرورة إذا كان فما ضرورة وندفنوا زوج في قبر واحد ولا ثلاثة في قبر واحد ما يسالش الا كثروا الاموات كيما وقت الكورونا. الدفن ليلا. ما يسالش يجوز الدفن حتى في الليل. الجلوس على المقابر والنوم عليها. يجلس على القبر ولا يرقد على القبر مكروه يعني. لا لا الجلوس سيدي من الجائزات الجلوس على المقابر والنوم عليها. شفناها في مرة واحدة. اللهم اذا كان اضطر باش يرقد فمه برا. كتابة اسم الميت على القبر قصد تعريف مكانه للزائرين. وان كان هذا قبل ما كانش موجود يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه توجد بعده بر خاطر فهم برشا يصروا يقول لك نحب نعرف القبر نتاع بويا ولا امي. المكروهات.
تطيين القبر وتبييضه بالجير ونقشه بالحمرة والصفرة. أنا قالك حتى تبييض ونقش كل مكروه، خلي طبيعي خير. البناء على القبر وتحويزه إن كان بأرض مباحة ولم يكن للمباهات. اللهم إذا كان الأرض هيك تنهار وينبشها السباع والكذا، بناء باش يحفظ الميت ما يسالش. المشي على القبر إذا كان مسنما والطريق دونه. باهي، فما طريق بين القبور وهو يمشي فوق القبور مكروه. الأكل والشرب وكثرة الكلام عند زيارة القبور. كيف يعمل الإنسان نهار العيد؟ يزو حتى الخبز غادي وأكل وشرب. صدقة على الإبداع. صدقة ما تجيش بالمباهات، صدقة سرية خير. تو أنت اللي مش تعطيه في المقبرة مش تفضحه. فلان هاك خو ما يلزمش هاك. الصدقه تكون سريه سيدي، الصدقه ما تتوزعش في المقابر. هز العائله قليله ما راح حد. لازم تهز للقبر قفه. عاديه هذيك ماهيش امور مشروعه وامور مش تحصل فيها اجر وسواء. قراءة القرآن بصوت مرتفع واتخاذ ذلك عادة. أي ما لأن المقبرة مش مكان لقراءة القرآن، تحب تقرأ القرآن وتهديه الميت تقرأ في دارك مش في المقبرة. حتى صورة ما قرأش النبي صلى الله عليه وسلم بالكل في المقبرة، ما سمعناش النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حتى أي. سيدي هو أنا مش كل اللي عملوا النبي فما حاجات تعملوا بعد. أي تعملوا بعد هذيك تسمى بدع. حاجات ما نصحش بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملهاش ويعملها الناس. يقعد فم باش يقرا حزب قران ولا حزبين قران ولا كذا ولا سوره ياسين، لا مش في المقبره. قال المقبره ليست مكان لقراءه القران. سيدي نبدا نقرا في ايه الكرسي نقول هذه تحبها امي انت. اقرا في الدار وهديها لك، غادي يعمل دعاء فقط. اقرا في الدار. قراءة شيء من القران على القبور او عند الموت الا اذا قصد التبرك بلا عادة. بلا عادة ما يكونش عادة، مرة برك صادفة تقرا ولا حاجة. مش كل مشي القبر يقرأ، كل مشي القبر يقرأ. قال كي تولي عادة يولي مكروه. تكبير نعش الميت الصغير. اي مثلا هو الميت صغير وعملوا نعش كبير مكروه. فرش النعش بحرير او خز. ولا يفرشوه بالحرير وكذا يدخل في المباهات. خز حرير لوحة اللي يسموه احنا حرير لوحة، حرير موش أصلي يعني. دفن السقط بدار وهو الجنين الذي ولد ميتا أو خرج ميتا بعد إجهاض. خاطر اللي تولد ميت لا يتغسل لا يتصلى عليه كما نقول، يردموه كهو، أما ما يردموش في الدار في المقبرة خير. المحرمات. توا حوايج الحرام اللي يردوا بالنا منها. التبول على القبر أو نحوه. يجيبوا على القبر يعني الله اعتداء على الميت يعني. البناء على القبر أو تحويزه للمباهات. البناء للمباهات، هذا يعني بالرخام والأخر بالكذال والأخر كذا، يولي كما مقبرة اليهود. ولا شفتوا كيف تمشي لسوسة فما قبل دي وانا زيت في المقبرة على تراو كي كيش مبنيين هاك البني هذا كان منهي عليه خاطر بتاع فخرة وبتاع أو تحويزه للمباهات بكون الميت كان كبيرا أو أميرا لأنه من ال واللي يحبوا يبينوا هذاك كان شخصية عظيمة ولهذا قبره يعطي كما بورقيبة عاملين له قبر ومحافظين من قبل ما يموت ومقبرة كذا وكذا كل هذا من هذا خاطر فيه تعظيم للشخص يعني والله شيء كبير وربما ما يكونش عظيم عند ربي عظيم عند الناس عند ربي العظمة المستقوى مش خاطر رئيس ولا خاطر وزير نفش القبر والميت فيه إلا لضرورة وهي اللي يحفر قبر والميت موجود فيه حرام وهي دفن آخر معه اللهم إذا كان ذاقت المقبرة وما لقاو شنو يدفنوا يحلوا القبر باش يحطوا حذاه ولده ولا أخوه ولا حد لضيق المسجد لضيق المكان القبر في ملك الغير وأراد إخراجه مثلا دفن ميت في ملك الغير بعد اخر قالوا ما نحبش يدفنون ولو حلوا قبر وخرجوا كل هذا منهي عليه من الاول يعني عرفوا وين يدفن
باهي باهي. كفن بمال الغير إلا بإذنه بلا إذنه وأراد أخذه قبل تغييره. يعني خذا مال ما عند واحد من غير إذنه ومشى شرى به الكفن. قال لا ما نعملوش الحاجة هذه للميت يبدأ. دفن معه مال من حلي وغيره. مثلا دفنوا معه ذهب ولا دفنوا حاجة في الجاهلية. قال ننهي عليه باش يحلوا القبر من أجل باش يسترجعوا الشيء هذا. لأجل التحقيق في جريمة قتل راح ضحيتها صاحب القبر. كانش المحرمين ينجموا يمشوا إذا كان فما تحليل ولا تشريح ولا كذا باش يشوفوا شكون قتل. سيدي حطها من المحرمات هذيا. حطها في المحرمات. لا هي خاطر في كيفوا نساء إثبات حق ما نتصورش يعني يكون محرم. إنما حلال من غير سبب هذا كان محرم. ولا إخراج ولا ولده غايب قال إني ما شفتوش نحب نشوفه ولو حلوا القبر الكل منهي عليه. أيه. هذا من الجائزات هذا ما بكش مكروهين. شنو؟ قالك لأجل كذا لازم يتحل مثلا. عليه لأجل التحقيق. لأجل التحقيق في جريمة. هذه الجائزات تقريبا. بل ساعات مطلوب يولي ضروري باش يعرف القاتل. عمل يجري من قتل تحقيق ولا حاجة. سيدي هذا كما باش ندخلوا في احكام سجود التلاوه. باهي احكام سجود التلاوه كي تقرا في القران تلقى سجده كيفاش تعمل. احكام سجود التلاوه حكمه سنه مؤكده. سنه مؤكده ماذا بيك وانت تلقى سجده في القران تسجد اذا كان عندك الشروط باش تسجد طويل بين. مواضيعه 11 موضعا وهي في المذهب المالكي 11 بقعة نسجدوا فيها. خاطر فما في مذهب أخرى يصلوا حتى 14 15 سجدة. فما سجدات مختلفة كما سجدة في النجم. فسجدوا لله واعبدوا في النجم. فما اللي يراه السجدة فما اللي يراه السجدة. علاش هو الخلاف هذايا؟ فما مثلا سجدات سجدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وما سجدهاش في المدينة. قالوا تنسخت هذيك ما عادش تسمى سجدة. فما اللي يراه يقول لك لا سجدة. وهكذا يعني ثلاثة ولا أربع سجدات هم مختلف فيهم، أما 11 هذوما متفق عليهم. ال 11 اللي تلقاهم تو في المصحف مثلا قالون ولا المصحف يعني ورش وكذا يعني. في سورة الأعراف سورة الأعراف الآية 206 ويسبحونه وله يسجدون. الأربعة الأول كل ما فيش حتى سجدة. لا فما سجدة لا في البقرة لا في آل عمران لا في النساء لا في لا في المائدة لا في الأنعام. كي نوصل ربع ثاني سورة الأعراف آخرها فيها سجدة. هذه سجدة الأولى في سورة الرعد الآية 16 السجدة الثانية في سورة الرعد بالغدو والآصال. وظلالهم بالغدو والآصال. سورة النحل الآية 50 ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما يؤمرون في سورة النحل. وانت في المصحف تلقى حطوا في مستطيل سجدة تعرفها. الإسراء الآية 108 سورة الإسراء كالأقبال الكهف ويزيدهم خشوعا. ويزيدهم خشوعا. سورة مريم الآية 58 في سورة مريم فما سجدة في الآية 58 سجدا وبكيا. سجدا خروا سجدا وبكيا أظن خمسة سجدة. الحج في سورة الحج آية 18 في الآية 15 18 إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء. الفرقان آية 60 في سورة الفرقان آية 60 وزادهم نفورا. وزادهم نفورا هذه أظن سبعة. النمل في سورة النمل آية 26 26 رب العرش العظيم. رب العرش العظيم هذا هما تو ثمانية. سورة السجدة الآية 15 سورة السجدة الآية 15 وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون هذا هما تسعة. صاد سورة صاد في سورة صاد الآية 23 بعد ياسين هذا 23 23 وخر راكعا وأناب. أكل سيدنا داوود هذا هما تو 10
فصلت. فصلت هذه آخر سجدة. آية 36. آية 36 في إن كنتم إياه تعبدون. أظن ولا 11 سجدة. اللي يبدأ على وضوء قبل القبلة يسجد. راجل ولا امرأة. وقته. ما يزودش في وقت المنهي عليه. يحرم في وقت حرمة النافلة. يحرم في وقت حرمة النافلة. يجيش وقت الشروق قد قد يزود. ولا يجي وقت الغروب قد قد يزود. قبل هاني نقرا يعني في الوقت. ما يسالش نجم تقرا قرا في لكن تولي السجود تعوضه بحاجة أخرى. سبحان الله والحمد لله ولا إلى الله والله أكبر تقولهم أربع مرات. يكره بعد الإسفار والإصفرار. على آخر في الصبح تنجم تزود. لكن إذا كان قرب تخرج الشمس أو ما عادش تزود. حتى يحل الضحى. يجوز في باقي الأوقات. باقي الأوقات. لازم تزود بين ظهر وعصر. لازم تزود حتى بعد العصر لكن إذا قربت الشمس تغربك أو مع السجود. وتنجم تزود بين مغرب وعشاء. وتنجم تزود الليل الكل. يعني بحيث. يسجد له إن قرأه في صلاة الفريضة ولو بوقت نهي. إذا كان قريت الآية الفاسدة في صلاة الفريضة تهبط ساجد وبعد تقوم وتواصل قرايتك. أنا في التراويح زاد يعملوا سجدات شفتهم في التراويح برشا نساء يغلطوا خاطر ما يعرفوش الإمام. هو يهبط ساجد وما يهبطوا راكعين. لا خاطر ما يعرفوش السجدات وين هما وكيفاش الآيات نتاعهم. اللي تبع السجدات ال 11 سجده وشوف شنو الايات هذيك وفي الغالب تلقى في كلمه يسجد ولله يسجد ما في تلقى سجد ولا خر سجدا وبكيا تعرف اللي هي سجده والامام يعني يعمل تكبيره كبيره طويله الله اكبر مش كما التكبيرات العاديه باش يبين للي ما همش قاعدين يشوفوا في راي سجده واللي يقول لهم قبل ما يدخل للصلاه عندنا سجده في الركعه الاولى ولا في الثانيه كيكا المخاطب به شكون يسن في حقه باش يسجد الناس الكل ولا فما اصناف ترى القارئ يسجد مطلقا القارئ اللي هو قاعد يقرا في القران ولقى سجده يسجد ان كان على طهاره اذا كان على طهاره وقبل القبله يحرم سجود التلاوه بغير طهاره حرام مش يسجد وهو مش على طهاره كيف حرام اللي يصلي على غير وضوء ولا على جنابه وان لم يصلح للامامه او جلس ليسمع الناس حسن صوته مهما كان يعني اللي قاعد يقرا هو يسجد السجده بتاعه المستمع طيب المستمع عندنا كل مستمع يزم يسجد كيف يسمع القارئ يقرأ في سجدة ولا فما مطلوب منه يسجد فما مش مطلوب منه يسجد يسجد بشروط أربعة وهي بشروط أربعة أنت تو تسمع في واحد أخر يقرأ في القرآن وتعدى على السجدة وشفته هبط ساجد أنت تسجد معه ولا ما تسجدش فما عندك شروط أربعة يتوفروا فيك تسجد معه إن قصد الاستماع أو التعلم من القارئ إذا كنت قاعد تتعلم معك شخص هذاك وجيت وسجد تسجد معه شيخك مثلا ولا معلمك كذا ولا قاعد تسمع حتى مش معلمك ولا شيخك لكن قاعد تسمع بانتباه وتنبع في القرآن هو يسجد وانت زاد تسجد أن يكون استمع لقارئ صالح للإمامة ويكون كلام يقرأ صالح الإمامة إذا كان ولاد صغير وقاعد يقرأ ولقاك سادة وزد مش مطالب انت باش تزد معاه خاطر هو غير صالح الإمامة خاطر ألا مش يزد وإحنا نزد معاه ألا ما يكون أهل للإمامة أن لا يكون القارئ جلس بنية أن يسمع الناس حسن صوته إذا كان القارئ معجب بنفسه ويحب يسمع الناس حسن صوته كذا قرا باش الناس يقولوا شو ما احلى قرايه اذا الزود ماناش مطالبين بس يشدوا معاه خاطر النيه هنا مقعبجه اي ان تجتمع فيه شروط الصلاه وهي طهاره الحدث والخبث وستر العوره واستقبال القبله لو كان هلا يقرا في القران مش مستور العوره ما نزدوش معاه لو كان يعني كما نقولوا الزد على غير وضوء ما يعرفش اللي لازم يكون على ما نزدوش معاه الى غير ذلك فان كان القارئ محصلا لها دون السامع سجده وحده وان كان السامع محصلا لها دون القارئ لم يسجد لان سجوده تابع لسجود القارئ قال اذا كان هو اللي يقرا ما نزدش احنا زاد ما نسجدوش لأنه هو يعتبر كان إمامنا
صفاته سجدة واحدة. هذيك قريتها مع تفسير هذيك. وسجود القرآن قداش؟ سجدة واحدة. سجدة واحدة. كي تلقى مكان للسجود ووصلت لك الآية هذيك تسجد سجدة واحدة مش سجدتين يعني. سجدة واحدة بلا تكبير للإحرام ولا سلام ويكبر في الهوي. ما فيهاش تكبير إحرام وما فيهاش سلام. إنما يقول الله أكبر وصلي يرفع يقول الله أكبر تكبيرتين. يتكرر السجود بتكرر الآيات التي بها السجدة إلا المعلم والمتعلم فيسجدانها المرة الأولى واحدة. فقط لو كان واحد قاعد يتعلم في القرآن وكل الآية هذيك مش يكررها عشر مرات باش يحفظها وكذا يسجد المرة الأولى برك مش كل ما يقرأها يسجد. أنا من تجاوزها بآية أو آيتين يسجد بلا إعادة قراءة. ساعات يسجد دوبل أقرأها أغفل لك أقرأ بعد آية ولا اثنين وبعد تفكر لازم يسجد يسجد. ومن جاء من غير ما يقعد يرجع يعود يقرأ. ومن جاوزها بكثير أعاد الآية ولو بفرض ويسجد لها ما لم يحن ينحني للركوع. لو واحد مثلا يصلي حتى بالناس وقرأ آية السجدة وفاتها بعد ما فاتها بعشر آيات ولا 15 آيات تفكر قال يرجع يقرأها ويهبط سجد. يعني يدارك خاطر كيف النقص هنا ما. وكيف يرجع سيدي من السجود يرجع؟ لا إذا كان فات منه ركعة ما عادش يرجع وما عادش يسجد. لا هو تو تفكر وعمل سجدة ورجع وقف يكمل يمنين ومنين وقف يكمل ينجم يكمل من السجدة هيك ولا مش شرط يكمل من السجدة هذيك ورد إذا كان فاتها بعشر آيات يواصل. مندوباته الجهر بآية السجدة للإمام في الصلاة السرية. كيد الصلاة السرية سيدي الإمام يصلي في الناس بالظهر ولا في العصر وجاته آية فيها سجدة يجهر بها باش الناس يعرفوا مش نسى الركوع وهبط سجد يقول لك هذا نسى الركوع وهبط سجد تقول لا أنا زد لك الآية اللي فيها سجدة خاطر صلاة سرية وانت عارف عليها ان راه هبط سجد خاطر لقى آية فيها سجدة ولا هبط سجد ناس للركوع يجهر بك الآية هيك يجهر بك الآية هذيك ولو صلاة سرية باش يهبطوا معاه ساجدين وما يقولوش سبحان الله راك غلطت راك نسيت الركوع. القراءة بعد فعلها وقبل الركوع في الصلاة. لو كان جت آية السجدة هي آخر آية كما في سورة الأعراف. به وهبط ساجد وقت اللي يقوم ما يقومش طوله يركع خاطره كمل القراءه يقوم طوله يقرأ حتى آية من السورة اللي بعدها. باش ديما يكون قبل الركوع ثم قراية. مكروهاتها. المكروهات والحاجات اللي هي مكروهة. تعمد قراءتها في الفريضة لأن ذلك قد يحدث اضطرابا. قال لي تعمد قراءتها ديما في الفريضة في كل فريضة مثلا يقرأ آيات في السجدة قال علاش خاطر يولي خلوض الناس وقت اللي يهبطوا الساجد الناس تهبط راكعين وحاجات كما كان. لأن ذلك قد يحدث اضطرابا عند المأمومين. كل إمام يعرف لو كان مش يتعمد قراءة السجدة وتخلوه المأمومين وراه وفما نساء ما يشوفوش وهو يهبط سجد وهم يهبطوا راكعين وكذا يخلوهم لا مش لازم ما يقرأهاش. نيس اللي بين قوسين وترتفع الكراهة إن نبه المصلين عليها قبل الصلاة. إذا نبه قال عنا في ركعة الأولى سجدة أكل وقت ولي ما عادش فما مشكلة. تركها لمن هو محصل لشروطها وقت الجواز. مكروه باش واحد محصل شروطها وكل ومع ذلك ما يزدهاش. فإن لم يكن محصلا لشروطها ترك قراءة الآية التي فيها السجدة برمتها. قال لو كان مش محصل شروطها السجد قاعد يقرأ على غير وضوء وجت آية فيها السجدة ينجم يذبها يعني ما يقرأهاش. أما يقرأها ويعمل تسبيحات ولا ما يقرأهاش وما عليه شيء. أنت يقرأها تسبيحات خير. أي كيك خير. الاقتصار على قراءة الآية للسجود. مكروه باش يقتصر كان على الآية هذيك باش يسجد. قراءتها أثناء الخطبة الجمعة أو غيرها. لكن قرأها الإمام فيكره السجود لها. تو الإمام حب يسجل الآية والآية مش يستدل بها فيها فالسجدة هذه يتحدث على سيدنا داود وكذا قال ربي قال
فخر راكعا وانا ما يهبطش من المنبر ويعمل سجدة. مش لازم. قال لا مش ما أمي نجم يقول سبحان الله الحمد لله وليه. أي نجم نجم. هناك سنة فما هناك قول عند السادة اللي تبت عبها شنو؟ هناك قول عند السادة الشافعية مفاده جواز تعويض سجود التلاوة بقول القارئ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرات بين السجود ولا تقول هذا. وعلى هذا يمكن الأخذ بهذا القول عند عدم توفر سجود شروط السجود. مش توفر عليه مش يسبحوك هو. سيدي معناها النجم نقرأ القرآن من غير وضوء. نجم. كي نبدأ نحفظ. نجم. في الأثناء. بس المصحف هو اللي يلزم الوضوء. أما قراءة القرآن مش أما كي يقرأ على الوضوء أفضل. سيدي تمت أحكام سجود التلاوة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوف هي سجدة واحدة وقديش فيها أحكام. ما شاء الله سيدي. بارك لك سيدي. الله يجزيك.